من لما بدأ العالم سباقه للفضاء واكتشافه واكتشاف المجرات وربما أكوان أخرى موازية للكون اللي نحن بنعيش فيه، طرح سؤال: هل يا ترى نحن لوحدنا بهذا الكون؟ هل هناك حياة على كواكب أخرى وربما مخلوقات فضائية لسه ما وصلنا لها ولا اكتشفنا عنها؟ هذا عالم من البحث والتساؤلات والنظريات قائم من عقود إذا مو من أكثر، ودول عديدة بتحاول الإجابة عليه. الصين قررت تحاول تجاوب على هذا السؤال عن طريق مشروع تلسكوب عملاق أعلنت عنه من سنوات وحيبدأ العمل خلاص في سبتمبر. التلسكوب العملاق اسمه فاست وموجود في وادي بين الجبال بمقاطعة كويغو جنوب غرب الصين، وهذا التلسكوب ضخم زي ما أنتوا شايفينه، قطره بيبلغ 500 متر. وعلشان نقرب الصورة أكثر خلوني أقول لكم أنه هذا يعني 30 ملعب كرة قدم، واستخدم في بناءه 4500 لوح مثلث الشكل. التلسكوب شكله يبحث او شغله تحديدا يبحث في اصل الكون، وبيجمع بيانات عن الظواهر الفيزيائيه مثل الثقوب السوداء والنجوم القابضه وغيرها للمساعده في الاجابه هل هناك كواكب اخرى عليها حياه وهل في مخلوقات غيرنا. الحديث عن كائنات فضائية وحياة على كواكب أخرى متداول بقوة هذه السنة، ممكن نقول إنه أكثر من أي سنة ماضية، خاصة بعد ظهور هذه الفيديوهات. المقاطع اللي شفتوها تابعة للبحرية الأمريكية وكانت مدرجة سرية للغاية، لكن تم تسريبها وكانت محل تساؤلات لتعود وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لاحقا وتؤكد أنها صحيحة وترفع حظر السرية عنها، ويظهر فيها ظواهر جوية غير مفسرة، ربما يعتقد البعض أنها الأجسام أو لأجسام طائرة مجهولة الهوية أو ما يعرف باليو اف او. البحرية الأمريكية أقرت أن هذه المقاطع التقطت من قبل طياري مقاتلة بحرية عبر أجهزة استشعار الفيديو الخاصة بهم خلال رحلات التدريب في عامي 2004 و2014 و2015 كمان، لكنها لسه بتوصفها بالغامضة اللي ما في تفسير لها. ينضم إلينا من الكويت عبر سكايب دكتور محمد قاسم الاستشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأستاذ المساعد بكلية الدراسات التكنولوجية سابقا، أهلا فيك معنا دكتور. يعني موضوع أصلا إحنا يعني خلينا نقول الصين لسه إحنا لازلنا بنتعامل مع موضوع كورونا والأشياء اللي صايرة هناك، الآن جايين الصينيين كمان بيعملوا هذا التلسكوب بيدوروا على ناس في كواكب أخرى، هل نحن في حالة نعمل مشروع زي كده ونبحث في الكواكب الأخرى إن كانت هناك حياة أخرى؟ طبعاً مثل هذه المشاريع جداً مهمة، إحنا محتاجين أن نزيد من معارف البشر حتى لو كنا في تحت ظروف سيئة، ولا ننسى المشروع لم يبدأ قبل أسابيع ولا قبل أشهر ولا حتى قبل سنتين أو ثلاثة، المشروع بدأ من قبل تقريباً 20 سنة وعملوا عليه في 2011 و2016 انتهى المشروع وبدأت التجارب عليه واكتشف نجوم نيوترونية، وبعد ذلك يعني أعلن رسميا عن تشغيله، والآن هذا المشروع جاري العمل عليه، ووحدة من الأشياء وليس كل الأشياء هو سينظر العلماء إلى السماء ليكتشفوا ما إذا كانت هناك إشارات آتية من الفضاء لحياة ذكية على سبيل المثال. بس هذه ليست يعني أهداف المشروع ككل بشكل عام، الهدف الرئيسي منه هي معرفة الكون وطبيعته، كما ذكرتي أنهم يريدون أن يعرفوا كيف يعمل الكون، منها النجوم، منها الهيدروجين، منها بعض الغازات المختلفة اللي لها ترددات معينة، وبعد ذلك تضاف إلى هذه القائمة قيمة مضافة أن نبحث عن
كائنات حية في كواكب أخرى. هذا السؤال بينطرح يعني بشكل مستمر، وشفنا نحن الفيديوهات اللي كمان من البنتاغون، ويعني في كثير أسئلة على هذا الموضوع. حضرتك بتميل لأنه في كائنات أخرى غيرنا في الأكوان؟ أولا في البداية، حاليا نحن نتكلم عن كون واحد، الأكوان المتعددة هي لا تزال في طور الفرضيات، وإذا اكتشفنا أن يوم من الأيام كان هناك أكوان متعددة لعل ذلك الوقت نتساءل هذه الأسئلة. لكن حتى في كوننا، يكفي هذا الكون بالإحصائيات اللي موجودة لأعداد الكواكب الوفيرة في حتى مجرتنا، يجعل العلماء يعتقدون أنه قد تكون هناك حياة ذكية، أو حتى خلينا نبتدي على المستوى البسيط، أن تكون هناك على الأقل حياة. فبعد ذلك ننتقل إلى الحياة الذكية ونبحث عن إشاراتها. ف الإحصائيات تقول أنه قد تكون هناك حياة، ولذلك العلماء يبحثون عن كواكب شبيهة بالأرض، وهذه الكواكب تعيش في منطقة يحتمل أن تنشأ عليها حياة بيولوجية. وبعد ذلك نتساءل، هل نستطيع مثلا أن نخاطب هذه الحياة في الكون هذا الفسيح؟ يعني على سبيل المثال، في سنة 1977 التقطت إشارة من السيتي، الإشارة هذه سموها واو. الإشارة عبارة عن إشارة راديوية، وكانت أعلى من مستوى الإشارات الطبيعية اللي موجودة في الكون، اللي عادة لا أثر لها، مثل التشويش تعتبر. فهذه الإشارة لما اكتشفوها شكوا أن قد تكون هنا حياة ذكية في هذا المكان، في هذه البقعة من السماء، وأرسلت هذه الإشارة، لكن وأرسلت لمدة 72 ثانية وانقطعت الإشارة بعد ذلك، ولم نسمع عنها أبداً منذ ذلك اليوم. إذا في مقابل هذا شنو عملوا العلماء؟ في 2012 اللي هو التلسكوب الذي يشابه التلسكوب الصيني فاست في بورتوريكو، أيضاً أرسلوا إشارة إلى السماء في نفس البقعة هذه، إشارة من الأرض تتكون من 10,000 تغريدة تكلموا فيها عن اليو اف او، جمعوها كلها وحطوها في هذه الإشارة وأرسلوها إلى السماء، لعل إن كانت هناك حضارة ذكية تلتقطها وتستمع لما يتكلم فيه البشر. طيب بس هذا دكتور، يعني على الافتراض أنه نحن الناس اللي في الأماكن الأخرى أو الكواكب الأخرى هم ناس كويسة، ممكن نعمل معهم والله علاقات، إحنا ما نعرفهم هدول الناس، لو طلعوا فعلا موجودين يعني ممكن يكونوا ناس عدوانيين، ممكن يشنوا علينا حرب، ليش نبي نفتح على نفسنا هذا الباب؟ وكلام جدا سليم. واحدة من الشغلات اللي لعل أنذرنا منها ستيفن هوكينغ قبل وفاته، أنه علينا أن ننتبه، يعني لا نرسل إشارات إلى العالم الخارجي، وقد تكون هناك حضارات جدا متقدمة على حضارتنا، ولا ننسى الكون عمره 14 أو 13.8 مليار سنة، وقد تكون هناك حضارات متقدمة علينا بمليون سنة. فإذا أخبرنا هذه الحضارات بوجودنا، قد تأتي، وإن كان هذا موضوع يعني صعب أنه يحدث بهالسهولة هذه، قد تأتي الكرة الأرضية وتستنزف مواردها. يعني هذه الأشياء احنا نشوفها عادة في أفلام الخيال العلمي، صح، ولكن يعتبر يعني نوعا ما لها، قد يكون لها وجود، بس لا نخاف منها يعني إلى هذه الدرجة. أنا لا يعني صراحة أنا خايفة من هذا الموضوع وقلقانة منه. ويعني شيء تاني اللي كمان بفكر فيه، اللي هو الناس اللي كثير بنسمع عنهم إنه بيقولوا إنه إحنا شفنا مركبة فضائية نزلت، تعرف دايما بيصير في حديث عن هذا الموضوع، أو نحن أخذونا أهل الفضاء لمكان تاني. يعني هذا مو بس في الأفلام بيصير، في قصص موثقة أو ناس حكوا عنها، إلى أي درجة هذه القصص لها يعني مرجع علمي، أو أنتوا العلماء بتعتدوا فيها؟ إلى الآن لا توجد أدلة نهائياً على وجود أي حياة وصلت إلى الكرة الأرضية، أدلة ثابتة ومقنعة لا توجد. حتى الإشارات اللي التقطتها الرادارات مثل البحرية الأمريكية لا تدل بأي شكل من الأشكال على أن هناك حياة ذكية أتت إلى الأرض وهي تعمل على مراقبة حالنا لمعرفة كيف إحنا مثلاً ماشيين على سبيل المثال، أو الاختطاف البشري. كل هذه الأشياء على مر السنوات الماضية ردوا عليها، يعني بيّن العلماء أن الإنسان يقع في مغالطات كثيرة، ولذلك يفسر بعض الظواهر هذه تفسيرات خطأ. وحتى البحرية الأمريكية تقول يعني حتى هذه الأشياء التي التقطت عن طريق الرادار
لا دليل على أنها تحتوي على حضارة أو على تكنولوجيا متقدمة إلى هذه الدرجة. فإذا ما كانت متقدمة فلماذا نقول أنها حياة ذكية آتية من مسافات شاسعة اللي تحتاج أصلاً إلى تكنولوجيا جداً متقدمة للوصول إلى الكرة الأرضية؟ طيب شعورك سريعاً، في ناس تانيين في أو نعم. أشكال مو ناس، يعني ما احنا عارفين هم إيه؟ نعم، أنا شعوري الشخصي نعم، هناك حياة ذكية أخرى موجودة في كواكب أخرى، حياة على الأقل في أبسط حالاتها ستكون هناك حياة، وحتى لو كانت في مجرات أخرى إحصائيا على الأقل، لكن وصولهم إلى الكرة الأرضية من أمر مستصعب جدا للمسافات الشاسعة اللي موجودة في الكون حاليا. طيب يعني على الأقل أول شيء نخلص من اللي نحن فيه وبعدين نلتفت لهذه الأمور الأخرى. نحن بنشكرك جدا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات المهمة. كان معنا عبر سكايب دكتور محمد قاسم الاستشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، شكرا لك.